بعد عشرات الوقفات الاحتجاجية المطالبة بعودة عمل قناة وإذاعة عدن من أرض الوطن، ها هم كوادرها وموظفوها يحتجون لكن للمطالبة بالرواتب بعد انقطاعها منذ 4 أشهر. وإعادة بث قناة تلفزيون عدن من العاصمة المؤقتة عدن، والسبب الثاني هو المطالبة برواتبنا ومستحقاتنا 4 أشهر، وموظفين هذا المرفق بدون رواتب، فلماذا هذا الصمت؟ الوقفة التي نفذت أمام بوابة القصر الجمهوري وجه نداؤها إلى رئيس الجمهورية بعد استقراره في العاصمة المؤقتة ومع بقاء بث القناة من عاصمة المملكة السعودية، الأمر الذي يثير تذمرا كبيرا في كل الأوساط. إذاعة عدن وتلفزيون عدن مغلقة، ليش؟ أنا استغرب ليش الخوف من هنا عدن؟ يخافوا أن تتردد كلمة هنا عدن؟ أنت دولة، أضبط أجهزتك وأشرب شراب. وأعمارنا نحن في إذاعة وتلفزيون عدن ما خرجنا عن النص ولا خرجنا عن نظام القانون. مع تسليم الرواتب لبعض من القطاعات، تظل مثل هذه الاحتجاجات مستمرة لكثير من القطاعات المستثناة في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة. هنا أمام بوابة القصر الجمهوري بمعاشيق يقف كوادر وموظفو قناة وإذاعة عدن، لكن هذه المرة يأملون أن يستمع رئيس الجمهورية إلى ندائهم بعد أن عاد إلى عدن ولم تعد معه القناة الرسمية المعبرة عن الحكومة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.